ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم للرسائل اللي انتوا بعتوها لنا واللي جاوبتوا من خلالها على سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقتنا النهارده. ابرز خمس نجوم من وجهه نظر حضراتكم في مونديال 2022، لكن خليني اقول لكم ان الاعداد بلغنا برضو بنقطه مهمه جدا وهم بيعملوا فرز ليه اللي حضراتكم بعتينه. للاسف الشديد وده هيبقى واضح ان كريستيانو رونالدو اسمه يعني ضمن الخمس نجوم، بس مش متداول بشكل كبير مع كل الناس. تخيل يعني جه اليوم اللي في مونديال عالم اسم كريستيانو مش مطروح لبعض الناس، لا دي مع ان ميسي مقرر تقريبا في الكل، بس ده على فكره يزعل، يعني يزعل جماهير او محبي كريستيانو رونالدو، لان حاجه غير مالوفه، يعني برضو حاجه غير مالوفه وغير عاديه ان كريستيانو رونالدو ينهي مسيرته. لو هنتكلم ان هي دي فتره النهايات، ان هي النهايات تبقى بهذا الشكل، يعني مش حلو ان النهايات تكون بهذا الشكل. النجم كبير كمان واسطوره كبيره، وانا اعتقد وده كلام هنشوفه على شهر واحد نتيجته، انا اعتقد كريستيانو بشخصيته لن يقبل هذه النهايه. يعني شخصيه زي دي، في ناس كده تقول لك انا النهايه لازم تتكتب زي ما انا عايز، فكريستيانو من هذه الشخصيات. انا اعتقد ان هي لن تنتهي بفكره ان هو مثلا البرتغال لن يتاهل على سبيل المثال، ده حسب ما يقال، هيولع الدنيا في كاس العالم، وان هو ما ينتقلش لنادي افضل من مانشستر يونايتد بعد انتهاء التعاقد شهر واحد، واللي هو خلاص اصبح امره مؤكد، ما بنقولش دلوقتي ربما او لا، اصبح امره مؤكد ان كريستيانو لن يكتمل او لن يكمل مع يعني مانشستر يونايتد. فكل ده هيبان بقى ايه الجديد، بس اكيد شهر واحد. على كل حال تعالوا نشوف مع حضراتكم بعض الاجابات اللي اتبعتت. محمد رضا بيقول ميسي، ليفاندوفسكي، مبابي، وكريم او كريم بنزيما، واتكلم عن الحراس بعض الحراس، لكن برضو يعني يمكن هنا مش موجود زي ما كنت بقول كريستيانو، بس موجود هنا بقى في الرساله الثانيه عند الاستاذ محمود، بيقول اهم خمس نجوم بكل تاكيد هم ميسي، رونالدو، مبابي، نيمار، وبنزيما، لان هم المع خمس نجوم في العالم حاليا. عمر خالد موسى، صباح الخير. خمس نجوم هم رينالدو، مبابي، نيمار، ليفاندوفسكي ودي بروين. ليفاندوفسكي لحد دلوقتي برضو مجتمع في كله تقريبا. بالظبط. احمد محمد عمران بيقول اهم خمس نجوم ميسي وكريستيانو بنزيما وليفاندوفسكي ومبابي، وتحياتي ليكم ولاسره البرنامج. تيتو رادي، ميسي، نيمار، ليفاندوفسكي، مبابي، دول خلاص بقوا اساسي معانا. وهنا برضو كريستيانو مش طالع ودي بروين. انا بقى عندي جديد هنا، محمود الصافي بيقول ميسي وكريستيانو ومبابي وبنزيما وهازارد. هو زود هازارد بس. ايوه. محمود ابو مسلم، اعتقد هيكون ليو ميسي في مقدمه هؤلاء النجوم لجانب نجمي المنتخب الانجليزي فودن وبيلينغهام، وايضا متوسط ميدان برشلون والمنتخب الاسباني بيدري. ثانية واحدة. بيدري. واخيرا نجم السامبا البرازيلي فينسوس جونيور. معلش انا مش عارفة اقرا الاسامي بالعربي بصراحة، هي مكتوبة عشان كانت تختلف تماما يعني. محمد محمود بيقول كريم بنزيما، مبابي، كريستيانو، جيسوس، دي بروين. في يعني اختلافات شوية. بس في حاجات كومن كتيرة. طبعا. ابو حمدي، ميسي، مبابي، بنزيما، دي بروين، هاري كين، اهو ده الجديد، ورونالدو. هشام كي، ميسي، نيمار، ليفاندوفسكي، مبابي، لوكا موريديتش. والدرايفر علي بيقول لو من ناحيه الارقام والالقاب فميسي وكريستيانو ومبابي ونيمار وبنزيما. زياد عبد الهادي، نيمار، ميسي، كريستيانو، مبابي، وبيلينغهام. الدرايفر علي بعت رساله ثانيه ما اكتفاش بالاولانيه، خلي بالك. وقال لك ميسي، رونالدو، نيمار، بنزيما، مبابي، ولكن اتمنى نجوم البطوله يكونوا ساديو رياش، ابو بكر. في حاجه مش ما هو بالعربي صعب الاسامي بصراحه. زياش. اوكي. زياش. ابو حمدي، ميسي، مبابي، بنزيما، دي بروين، وهاري كين، ورونالدو، برضو كله كومن هنا. اسلام ايمن، ميسي، كريستيانو، مبابي، وبنزيما، ليفاندوفسكي، مبابي، لوكا موريديتش. يعني هم على الاقل في 3-4 ثابتين. بص يعني ثابت ميسي وبنزيما ومبابي وليفاندوفسكي، دول الاربعه الثابتين. كريستيانو رايح جاي، وفي برضو دي بروين رايح جاي. يعني في بس يعني بقى ده زمن عجيب. شفت كريستيانو رونالدو اللي عاش حياه كامله كرويا مش رايح جاي بس، دلوقتي بقى يا رايح جاي